السلام عليكم الأحباب، السلام عليكم البنات والدراري. كانت المقدمة دائما السلام عليكم الغزالات، ولكن الحمد لله دابا ولو متابعين حتى الدراري وبزاف ديال الدراري، فتحية خاصة لكم كاملين، أهلا وسهلا بكم في القناة ديالكم دادي سكيما. اليوم البنات كيف ما عودتكم دائما، أو الدراري كيف ما عودتكم دائما، كنجيب لكم أفكار زوينين بالطريقة ديالي. فهاد الفلون بالطريقة ديالي أنا، بشي حاجة متركرة ديالي أنا، نتمنى أنه يعجبكم ونال رضاكم. وهاد الفلون كس حطيتو في تيك توك فعجب الناس بزاف بزاف بزاف، وقالوا لي عافاك ديري لينا في القناة باش نشوفوا الطريقة بالتفصيل، لأن تيك توك ما كيسمح لكش صوتي دقيقة واحدة. لذلك حضرته لكم، نتمنى انه يعجبكم وينال رضاكم. فهاد الفلون تيجي زوين بزاف وخفيف ولذيذ. هنا غادي نوريكم الوصفه اللي حطيت في تيك توك وعجبتهم، فهي هذه الوصفه اللي حطيت في تيك توك، كندرسها في واحد المول شويه طالع، فجات يعني كتحرك اكثر. هنا كنفكركم بالوصفه السابقه اللي حضرت لكم، يعني كنافه ديال الطبقات، نتمنى انها تعجبكم وتدخلوا الفيديو باش تشوفوها. جات زوينه بزاف ولذيذه، والاهم انا ما بقات فيها التفتفوته، كلشي كلاوه لانها زوينه بزاف. ديك اللمسه المغربيه ديال العسل والمزهر كتعطي اختلاف جذري. نتمنى انكم تجربوا الوصفه. وهنايا نبداو احباب ديالي الوصفه ديالنا اليوم، وبالمكونات اللي عندنا وبالشرح شويه مطول باش نشرح لكم كلشي. فاول حاجه البنات غادي او الدراري غنحتاجو 25 سنتيلتر ديال الحليب و25 سنتيلتر ديال الكريمه. اللي ما عندهاش الكريمه ممكن انها تدير الحليب كله وفي الاخر دير واحد ياغورت ديال الطبيعي، كيجي زوين وتيرجعها شويه غنيه وترجعها ثقيله. فانتوما كتبقى حسب الرغبه ديالكم وحسب المتوفر عندكم. اللي ما عندهاش الكريمه تعوضها كيف قلت لكم، دير القياس ديال الحليب، يعني عندنا نص لتر ديال الحليب، تزول منه واحد شويه باش تدير لينا، باش عفوا دير فيها هذا، دير فيها دانون مسوس او ياغورت طبيعي. بالنسبه للفلون اللي تنخدم به البنات، فانا هنا خدمت بفلون جابان هذا، وخدمت بفلون اخر ديال البنان، هادو هما اللي لقيت عندي في الدار. بالنسبه للوصفه اللي حطيت في تيك توك فدرت فيها جوج فلون ديال الفاني، فانا دابا هادو هما اللي متوفرين عندي. عندي واحد فلون شينوا وعندي واحد فلون بنان، فجربتهم وجاو خطيرين، جاو احسن من الوصفه اللي حطيت في تيك توك. بالنسبه للمكون اللي جديد بزاف وهو الكراميل، هذا اللي يعني سميتو اللي كيكون متحضر، كراميل نسلي هذا متحضر منزلي، وكنت حضرته لكم شحال من مره. وإلا بغيتوا الوصفه رجعوا لها عفاكم في الفيديوهات، راها كاينه. اللي بغات ما عندهاش تشري نسلي كراميل وتضيفوا الوصفه. فالاختلاف اللي كاين ما بين الوصفه الاولى اللي حطيت في تيك توك والوصفه اللي حطيت دابا، هو ان هذه كانوا فيها جوج فلون فاني، يعني مع الكراميل عطاو داك اللون يعني قهوي شويه. بالنسبه لهذه فيها فلون ديال الفاني وفيها فلون شينوا، والفلون شينوا اللون ديالو شويه صفر، فجا اللون شويه داير شويه متغير، ولكن جا المذاق احسن. فالبنان مع الكراميل جا زوين بزاف بزاف. هنايا البنات كنخلط المكونات، فكيف قلنا عندنا ثلاثه المكونات اساسيه، عندنا الفلون، عندنا الكريمه والحليب، وعندنا الكراميل، هادو ضروريين تيعطيو لذه زوينه. بالنسبه اللي عندها روح الكراميل ممكن تضيفو، فانا حتى طيبتها وضفت شويه ديال روح الكراميل، غادي يبان لكم بعض النقاط كتبان في الفلون، فما تجانسش ليا لان درتو في الاخر، وليني ماشي ما جاش خايب، يعني جا خايب لاك جديد بزاف. ديك اللمسه ديال الكراميل، روح الكراميل اللي ضفت زادت غناتو اكثر، واخا هو تيجي لذيد بلا روح الكراميل، مع روح الكراميل جا احسن واحسن واحسن. فانا اي حاجه تنقولها لكم واي نقطه تنشرحها لكم، يعني راكم عارفين تعودتوا معايا من اول القناه انني اي حاجه خايبه تنقولها لكم، زوينه تنقولها لكم. فهذه جات واعره بزاف، نتمنى انكم تجربوها. فقط اللي خاصكم ديرو هو الكراميل، الا كنتو غديروا روح الكراميل تضيفوها، فضيفوها من الاول باش ما تخليش لكم داك يعني داك بعض المرات تخلي واحد الغموقيه او هذا في هذا في الخليط ديالنا. كيف كتشوفوا كنخلط هنايا، كيف قلت لكم انا ضفت الروح ديال الكراميل في الاخير. المهم انا دابا غادي نخلط مزيان، وغادي نحطو فوق النار ونخليه حتى يغلي تماما مع التحريك المستمر. ضروري تبقاو مستمرين بالتحريك حتى يتجانس كل شيء.
كيف كتشوفوا انا ما خطاش من الفيديو وثقلت كاع الفيديو باش تشوفوا ملي غيوصل لحد ديال ليفولوسيون او غادي يوصل لحد ديال الغليان غادي نطفي عليه ديك ساعه النار. فالبنان مارك راه ما جا زوين. ممكن هاد الوصفه هادي البنات ديروا كميه كبيره، مثلا الا كان عندكم شي حفله او شي حاجه بغيتي ديروا فلون للضيافين كدوبلي المقادير، غديري لتر مثلا من الحليب ودير غير نص لتر ديال الكريمه يكفي، وغادي تضيفي المكونات اللي قلنا عليهم دابا يعني الفلون والكراميل وغادي طيبيه مزيان. من بعد غادي ديريه في المول ديالك غتقلبيه وتزينيه بالفواكه مقطعه، تزينيه بالكراميل، غادي يجي شي حاجه خطيره بزاف بزاف، تيجي زوين بزاف، زائد واحد شويه اللوز شويه الكركاع تيجي زوين بزاف. فالوصفه زوينه، وهذه الوصفه راه ماشي اول مره تنحضرها، فانا راه من زمان وانا تندير هكا دائما. بالنسبه لي نسلي كراميل او حليب نسلي تنعوض به السكر بزاف ديال الدسيرات. هنايا جبت الكيسان ديالي وخليته تبرد شويه، البنات ضروري يبرد شويه، انا خليته صراحه برد كثر من الخياط، ولكن نتوما ضروري خصو يبرد يعني دفى، عاد من بعد كتكبيه في الكيسان باش كيسهل عليك انك تدخلي الثلاجه نيشان، ماشي كتبقاي تسناي واحد المده طويله. هنايا تقريبا دخلته غير المجمد واحد 10 ديال الدقائق حيت غنصور، وخرجته كيف كتشوفوا ها هو برد وشد راسو مزيان مزيان. غادي نجيب الطبيسلات ديالي وغادي نقلبو ونزينو بالكراميل. كيف قلت لكم هذا الكراميل انا نحضره لكم في القناه، الا بغيتو نقول لكم دابا نبدا عليه ماشي مشكل. فكنديروا كاس ديال الحليب ديال السكر كنذوبوه كراميل، من بعد كنضيفوا له معلقه كبيره ديال الزبده كذوب، وكنضيفوا من بعد كاس لاروب ديال الكريمه او كاس لاروب ديال الحليب. هذا كنديروا كاس ديال السكر تيذوب، من بعد كنضيفوا له روح ديال الكراميل غير باش تعطي داك اللون مجهد، ما هي ما عندها ما غادي تغير فيه، هو اصلا كيجي لذيذ الا ما عندكش ماشي مشكل غير غنقي السكر مزيان فقط، وكتضيفي له نص كاس ديال الماء. كيجي كراميل ثقيله، نتوما غتشوفوا دابا بجوجهم ثقالين يعني كراميلات بحال ديال الزنقه. بالنسبه اللي بغات نسلي ما ديرش كاس لاروب، يعني داك نسلي اللي بريتكم ما دوش شي كاس لاروب ديال الحليب ديال الكريمه، نص كاس ديال الكريمه باش يجيني عاقد اكثر وثقيل اكثر. كيف كتشوفوا انا كنقلب دابا الكويسات وغادي نزين بالكراميل، هذا كراميل اللي عندي صوص كراميل كتجي زوينه بزاف، صوص كراميل خفيفه وزوينه واللون ديالها غزال. كي قلت لكم اللي بغات الوصفه ديال نسلي كراميل تدخل القناه، راه كاين قديم بزاف بزاف وصفات بزاف، كاين نسلي كراميل بنيدو حتى هو تيجي لذيذ، بزاف ديال الوصفات. ولا بغيتو نحط لكم يعني هاد الوصفات ديال نسلي كراميل كلهم مرحبا. نتمنى ان هاد الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم وتجربوها، احبكم في الله ودمتم في رعايه الله، ما تنساوش القناه من البارطاج، احبكم.